بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأكرم المرسلين سيدنا ومولانا محمد الرحمة المهداة والنعمة المسداة والسراج المنير ورسول رب العالمين اللهم صل وسلم وعظم وكرم وشرف وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وذريته إلى يوم الدين أما بعد مشاهدي الكرام سلام الله عليكم ورحمته وبركاته واسال الله تعالى ان يوفقنا واياكم لخدمه ديننا وارضاء ربنا وادخال السرور على قلب سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. في اللقاء السابق تكلمنا عن تعريف العلم وقلنا ان العلم هو الادراك الجازم المطابق للواقع الناشئ عن دليل ولا شيء اكرم من العلم ولا اعز من العلم فلذلك الامام الحافظ السيوطي رحمه الله تعالى كان يقول لو كان شيء اجل وافضل من العلم لاعطاه الله تعالى لادم ليميزه به على الملائكه. لان الله تعالى لما اراد ان يفضل ادم وان يميزه على الملائكه قال: وعلم ادم الاسماء كلها. اذا هو ميزه بماذا؟ بالعلم، هو فضله بماذا؟ بالعلم، فلو كان شيء افضل من العلم لميز الله تعالى به ادم عليه السلام. وهذا ايضا يلاحظ في قول الله سبحانه وتعالى: شهد الله انه لا اله الا هو والملائكة واولو العلم قائما بالقسط لا اله الا هو العزيز الحكيم. فالملاحظ انه تعالى بدأ بنفسه ثم بالملائكة وثلث بأولي العلم قال واولو العلم قائما بالقسط لا اله الا هو العزيز الحكيم وهذه الايه هي الايه التي تضمنت اعظم شهاده في كتاب الله عز وجل اذا قيل لك ما هي اعظم شهاده في كتاب الله قل له شهد الله انه لا اله الا هو والملائكه واولو العلم شهد الله تعالى لنفسه ثم شهد له ملائكته وبعد الملائكه اذو العلم رضي الله تعالى عنهم ايضا بعض الناس يقول هذه الايه فيها تكرار والتكرار في بعض الاحايين يكون له فائده لكن ما الفائده في التكرار في هذه الايه في قوله تعالى شهد الله انه لا اله الا هو والملائكه واولو العلم قائما بالقسط لا اله الا هو فجاءت لا اله الا هو مرتين جاءت مرتان فهذا التكرار لماذا؟ له معنى وله مراد وله مقصود سئل الامام الباقر رضي الله تعالى عنه عن هذه الايه فقال تكرار فيها لمعنى لا اله الا الله الاولى تقرير ولا اله الا هو الثانيه تعليم لا اله الا هو الاولى تقرير شهد الله انه لا اله الا هو تقرير الحق سبحانه وتعالى يشهد لنفسه والملائكه واولو العلم لا اله الا هو تعليم فكان معنى الايه انا الله لا اله الا انا شهدت انه لا اله الا انا وملائكتي يشهدون واهل العلم يشهدون فلا تخالف انت ايها العبد واشهد بانه لا اله الا هو إذن التكرار في هذه الايه لسر ولمعنى وهذه الايه ايضا لها اسرار ولها مناقب كثيره فمما روي ايضا عن الامام غالب القطان رحمه الله تعالى انه قال نزلت الى الامام الاعمش لازوره في البصره فذهبت اليه وبت عنده ليله فرأيته يقوم في جنح الليل ليصلي فسمعته يقرأ في الصلاه هذه الآيه شهد الله انه لا اله الا هو والملائكه وأولو العلم قائما بالقسط لا اله الا هو العزيز الحكيم وأخذ يكررها ويكررها حتى أصبح فقلت لا بد أن الأعمش سمع فيها شيئا لا بد أن الأعمش سمع فيها شيئا من الحديث فلما أصبحنا سألته يا مولانا الإمام هل بلغك في هذه الآية شيء فقال له نعم قال أخبرني به قال لا احدثك به الا بعد سنه انزلوا ليختبر صبره ومحبته للعلم قال لا احدثك به الا بعد سنه فكتب غالب القطان كتب وقته هذا وزمنه هذا في اي يوم وفي اي شهر وفي اي سنه كتب ذلك كله على باب الدار ثم جاء بعد سنه وقال له يا مولانا لقد مرت السنه فحدثني فقال الامام الاعمش حدثني ابو وائل عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يجاء بصاحبها اي بصاحب لا اله الا الله يوم القيامه فيقول الله تعالى له ان لك عندنا شيئا وانه لا ظلم اليوم فيخرج له بطاقه مكتوب عليها لا اله الا الله فيجعلها في ميزانه ويدخله الجنه او كما قال صلى الله عليه وعلى اله. اذا هذه الايه التي فيها الشهاده لله وذكر أهل العلم فيها أيضا فيها من المناقب الدالة على فضل العلم والعلماء الكثير وهذا لا يمكن أن نغفله وقد ذكر عن الإمام سعيد بن جبير أنه لما أنزلت هذه الآية في عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله كان حوض الكعبة ثلاثمائة وستون صنماً سجدت لله عز وجل لما أنزلت هذه الآية. لأن كل المخلوقات إنما هم عبيد لله عز وجل فلا يستغرب سجود صنم ولا حجر ولا شجر ولا مدر، هذا لا يستغرب لأن الجميع خلق الله عز وجل وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. نعم ثبت لدينا الان انه لا شيء افضل من العلم ولا افضل من العلماء رضي الله تعالى عنهم وان مولانا صلى الله عليه واله وسلم اكد على ذلك وبينه اتم بيان عندما اخبر ان العلماء الذين هم خاصه الله تعالى مستثنون من لعن الدنيا وما فيها ففي الحديث الذي اخرجه اصحاب السنن عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال صلى الله عليه واله وسلم: الدنيا ملعونة ملعون ما فيها الا ذكر الله وما والاه وعالما او متعلما. يعني الدنيا هذه ممقوتة ممقوت ما فيها لا قيمة له هي مجرد معبر للاخره. هذا المقت وهذا اللعن شمل الجميع سوى كتاب الله وذكر الله ما والى ذكر الله والعالم او المتعلم فالعالم والمتعلم مستثنون من هذا اللعن بل ثبت ان الملائكة وغيرهم من خلق الله عز وجل يستغفرون للعالم والمتعلم ففي الحديث عنه صلى الله عليه واله وسلم ان الله وملائكته واهل السماوات والارض حتى النمله في جحرها وحتى الحوت ليصلون على معلم الناس الخير بعض الناس قد يسال النمله في جحرها والحوت يستغفرون للعلماء وما شأن النملة وما شأن الحوت بالعلماء هذا مما يستغربه العقل الحوت والنملة ما شأنهما بالعلماء أهل السماوات يستغفرون للعلماء أهل الأرض يستغفرون للعلماء هذا شيء معقول لكن النملة والحوت لماذا يستغفران للعالم وما شأنهما بالعالم هؤلاء في عالم آخر هؤلاء في عالم اخر فالنمل من عالم الحشرات والحوت من عالم البحار فكيف كيف ذلك؟ قال اهل العلم: انما استغفر الحوت واستغفرت النمله للعالم لان الحوت والنمله المأكولات البحريه التي يمثلها الحوت والنمل هذا الشيء الذي يدخل في بيوتنا وفي ديارنا بل ويدخل في غيرها بل تجده في الصحراء وهو انواع كثيره والنمل الصحراوي الذي يقال له النمل السليماني وهو ما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتله، نهى رسول الله عن قتل النمل المراد بذلك النمل الذي يعيش في الصحراء وهذا لا يؤذي البيوت ولا يدخلها. ويسميه الناس بالنمل السليماني نهى يعني رسول الله عن قتله بل ذكر صلى الله عليه وعلى آله أن أحد الأنبياء كان تحت ظل شجرة فجاء نملة فقرصته فأمر بقرية النمل فأحرقت فقال الله تعالى له: أفي أن قرصتك نملة أهلكت أمة من الأمم تسبح؟ النمل والحوت يستغفران للعالم لأن الأحكام المتعلقة بهما يبينها العالم فالعالم هو الذي يبين لنا أن أكل ما في البحار جائز وأن قتل النمل هذا لا يجوز كل هذه الأحكام يبينها العالم فلذلك يستغفر له الحوت وتستغفر له النمل كما أخبر صلى الله عليه وعلى آله وإلى لقاء آخر إن شاء الله تعالى لنستوفي ونستكمل حديثنا وصلى الله على سيدنا محمد واله الطيبين الطاهرين والحمد لله رب العالمين